ما زال المثل الذي ذكره أحد علماء الاجتماع منذ نصف قرن ساري المفعول، أعطني تلفزة وشعبا وعشر سنوات أفعل لك بهذا الشعب ما تريد. إن تلفزيوننا الوطني وإن إعلامنا المكتوب والسمعي والبصري يعاني من عطب بنيوي يتعلق بمنطق التحكم والتوجيه السري والعلني. لم ينفع مع هذا الواقع المرير كل دعاوى تحرير المشهد السمعي البصري واستقلالية الإعلام عن السلطة التنفيذية وإنشاء الهاكا وكل هذه العناوين البراقة التي لم تجد بعد طريقا إلى التنفيذ. بل اليوم مع وصول حكومة العدل والتنمية واستلام أحد أبنائها البررة والمخلصين والذين يحترمون أنفسهم لهذا الملف، رأينا الواقع معكوسا. إذ لم يتدخل الوزير في الإعلام فقد تدخل أباطرة الإعلام في الوزير، وما زلنا نعاني آثار ما سمي بأزمة دفتر التحملات، والذي هو خطوة أولية ومتواضعة في سبيل إصلاح التعليم، في سبيل إصلاح الإعلام، وفي سبيل تحقيق حد أدنى من الحكامة على مستوى التسيير ومن الجودة على مستوى الإنتاج. نتمنى أن تتخذ الجهات المتنفذة والتي بيدها القرار الحقيقي، القرار الصائب، وذلك بعزل هذه الديناصورات المنقرضة وهذه الجماجم المتحجرة التي تمارس منطق التحكم في التلفزيون والتحكم في الإعلام الرسمي، والذي بموجبه مازال الإعلام الرسمي يعاني من أكثر نسبة متدنية من المشاهدة لفائدة قنوات أجنبية وقنوات مشرقية. وإلى ذلك الحين نتمنى أن يكون حظنا في رمضان القادم فيما يتعلق بالكوميديا السخيفة والمسطحة والتافهة أحسن من حظنا في رمضانات السابقة.